هنتكلم دلوقتي عن مقام الحجاز. بنبدأ من الري للري. عندنا المي بيمول، الفا دييز، السي بيمول. دي علامات التحويل المختلفة في النغمات. عملنا المي بيمول فبقت المسافة هنا نص تون. من المي بيمول للفا دييز مسافة 1.5 تون، اللي هو البعد أكبر بعد عندنا دايما في المقامات. ومن الفا دييز للسول مسافة 0.5 تون. من السول بيكار لا بيكار مسافة 1. من اللا بيكار للسي بيمول مسافة 0.5. من السي للدو 1. من الدو للري 1. يبقى اللي عندنا في المقام اللي بيدينا دايما طبع المقام الحجاز الاحساس ما بين المي بيمول للفا دييز، احساس اللي هو 1.5 تون. ما عندنا الجنس الثاني للمقام بنعمل ابعاد النهاوند، نهاوند السول عادي جدا هو مسافة 0.5 1 1. يبقى عملنا الجنس الاولاني جنس الحجاز بدأنا بمسافة 0.5 تون 1.5 تون من المي بيمول للفا دييز، وعملنا 0.5 تون من الفا دييز للسول. مقام الحجاز، مقام الحجاز اللي بيميزه هو ان البعد ما بين المي بيمول والفا دييز اللي هو بيبدأ من الري اول جنس لحد السول، ده الجنس الاولاني. الجنس التاني للمقام بيبقى نهاوند السول، ده الجنس التاني للمقام الحجاز. المقام على بعضه من الري للري.